مرحبا. أهلين يا هلا. بدي استشور شعراتي. تستشوري شعراتي؟ أو ليش مستغرب؟ لا أهلا وسهلا دقيقة بس. شو بدها إياد؟ ما بدها تستشور شعرها. هلا هي منظر واحد بدها تستشور شعرها؟ روح قلعها بسرعة، هلا بيطشوا الزباين، عجل شوي. عمرك معلم يا. والله يا أنسة بدي أعتذر منك، الشباب كثير مضغوطين وما بظن حدا يفضى. معلش بستنى. والله المواعيد فل عنا، ما بظن حدا يلحق. طيب ماشي. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرفتي. يا ميت اهلا وسهلا فيكي، نورتي المحل. شرفي هيك كرسي فاضي. شو بتحبي نساوي اليوم؟ بدي استشور شعراتي. تكرم عيوني. اياد؟ ايوه تعال لعندي. اهلا وسهلا انسي. توصلي بالانسي كثير منيح، هاي زبونتنا وغاليه علينا، يلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا انسي. شو بتحبي نعمل اليوم؟ بدي اياهم هيك ملفلفين يعني. ملفلفين؟ أيوة. ويفي قصدي. ايوه ويفي. أيوة على عيني. على عيني. عفوا بس انت شعراتك شوي مشربتيني. شعري انا ولا انت اللي ايدك قاسي على الفرشاية؟ شوفي مدام، شو هالشغلة اللي جربه ما بيعرف يشتغل؟ اياد فتي لجوا. حاضر معي. ما بتكوني الا رضيانه، تكرم عيونك. كيف بتحبي اعمل لك شعراتك؟ ما بدي لا تزبط لي اياهم ولا تعمل لي فيهم شيء. ليه انزعجتي؟ طولي بالك شوي. ما شغلك حرق لي شعري وعم بينتف لي اياه. رح سوي لك اياهم غير شغل، بس انت طولي بالك. ما بدي تزبط لي ابدا، وعلى فكره الحق علي، انا اجيت على هيك صالون مأنشح. طولي بالك، لو سمع محلنا يا مدام ولو. لو همك سمعت صالونك هاد كنت جبت شغيله تعرف تشتغل. انا رح سوي لك اياهم. لا محترم ولا شيء، بعد لو سمحت بعد. طولي بالك. خلاص. هدي شوي. بسيطة. هاي انسانة تافهة. شيء؟ لا ابدا مدام. ليش ملبكي شايفتك؟ لا ما فيني شيء ابدا. شوفي اذا بدك شيء قولي لي. ايه لا مدام، يعني ما بدي شيء ابدا. كنت شامه ريحه عطري. مدام وقت كنت عم نطفى هيك كبست معي بالغلط، بس انا ما استعملتها ابدا.
يلا معناتها خلصي، اطلعي سابي لي فوق الغزانة عند الاولاد كلها غبرة. حاضر مدام. عليكي خلصتي؟ شوي مخلص، إذا بدك فوتي مدام. لا خلصي اطلعي شوفي الصالون. يلا بدك شي مني مدام؟ حبيبتي قبل ما اعطيكي اجرتك بدك تعطيني الشنطة. ليش مدام؟ هيك بدي شوف شو فيها. شو قصدك مدام؟ يعني انت مفكرة اني انا اخذ من اغراضك وحطه بشنطايتي؟ والله ما بعرف، انت قولي لي. اكيد لا مدام، انا بحياتي ما اخذ شيء مو الي. حبيبتي انت بصراحة تصرفاتك صايرة غريبة، فلذلك بدي اخذ الشنطة. يعني مدام قصدك انا حرامية؟ انا ما قلت عنك حرامية لسه، اعطيني الشنطة وبلع لقم سطري. خرب بيتك من حالك، مو مخليه شي مو اخذتيه، ومفضيه الجيل والشامبو والفونديشن وكله سرقتيه، وعم بتقولي مالك حراميه. انا مالي حراميه، بحياتي ما سرقت من عندك لا اغراض غاليه ولا ذهب. السرقه سرقه، يلي بيسرق بردقانه بيسرق دكانه. لا هي مو سرقه، كل عمري بشتغل عندك وذهبك ومصاريك قدام عيوني، بحياتي ما فكرت مد ايدي عليهم. بس شو؟ يعني معلش تسرقي شغلات صغيرة؟ أنا عم أقول وين عم يروحوا الكريمات والشغلات الغالية اللي عندي، وعم سكر الأولاد عم يلعبوا فيها ويروحوها، يا بشوم عليكي بس. مدام والله أنا أول مرة بحياتي بعملها، بحياتي ما فكرت أسرق. ما فكرتي تسرقي، لكن عاد شو؟ مدام ما بحق لي جرب شغلات النسوان اللي عم بشتغل عندهم بالبيوت، شوفي إيدي مثل القرص، وإذا حطيت لهم كريم أجنبي يعني كل حياتي بشتغل بالبيوت، لك طباخ السم بدوقه. استحليتي واشتهيتي شي من اغراضي، قليلي لك بتعرفيني اكرم مني ما في، انا بعطيكي مو تسريني. بكل الاحوال خديهم شبعي حالك فيهم، مشان كل ما طصيتي فيهم تتذكري سرقتك وانك حراميه. خلص مدام ما بقى بدي شي. خديهم من امري وهي اجرتك، واللي عاد ترجيني سحنتك بنوب. يلا برا. خدي الباب وراكي. يعني بشو؟